السلام عليكم. اليوم محاضرتنا استكمال للمحاضرة البارحة، هو تكملة حل أسئلة تطبيقية على حالة الترانزيت أو الحالة العابرة باللغة العربية. اليوم نحل سؤال بالصفحة 5 B5، صفحة B5. طلاب، بس هذه شنو هذا قاعد؟ على العموم السؤال يقول find VT and IT for all time for below circuit. عندنا الدائرة. طلاب، هذه مثل ما قلت هذه أسئلة هذه أسئلة مشروحة أسئلة معطات كبراكتكس بالألكسندر، يعني هذه الأسئلة ما محلولة. فالدائرة هي بهذا الشكل. مصدر للتيار مع مقاومة، مع سويتش، التسعة هذه مقاومة، مقاومة هي قيمة 0.2 فاراد، المتسع العفو، المقاومة 10 أوم، مصدر التيار 3 أمبير، المقاومة الثانية 5، مصدر الفولتية 20 يو ناقص تي. مطلوب نحسب الفولتية اللي موجودة على المتسعة والتيار المارة هنا. طلاب، هو هنا فكرة السؤال شيني؟ انه مصدر الفولتية مطينيها function اللي هو 20 يو تي يو ناقص تي. فاليو ناقص تي يعني القيم الفولتية راح تكون شو اسمه حالة أصغر من صفر، حالة يعني قبل لا يعني يو احنا عندنا اليو تي الطبيعية هي 0 بالتي اصغر من 0. و1 بالتي اكبر او يساوي 0. يعني رسمها بهذا اذا كان عندنا هذا الواي اكسس وهذا الاكس اكسس، فهي بحالة قبل الصفر هي تكون قيمتها 0، بعد الصفر دالة تستمر قيمتها 1. لكن احنا عندنا يو ناقص تي، اليو ناقص تي هي عكس هذه، يعني بحالة اليو ناقص تي حالة 1 عندما يكون التي أكبر أصغر أو يساوي 0، وصفر بحالة تي
أكبر من صفر، يعني الدالة راح تكون بالعكس. عندما يكون أصغر من الصفر راح تكون قيمتها واحد، وعندما تكون أكبر من صفر التي راح تكون قيمتها، العفو اليو اوف تي راح تكون قيمتها واحد. تمام، فهذه الدائرة هسه شلون نقدر نرسمها؟ نقدر إذا قلنا التي قبل الصفر فهذا قيمة هذا المصدر، قيمة هذا المصدر عند التي أكبر من صفر هي راح تكون 20. تمام، هذه هنا مقاومة دي 5، وهذه هنا متسعة، هنا مقاومة وهنا تيار مصدر للتيار. هذه هنا هسه قيمته قبل الصفر، قبل التي أصغر من صفر، يعني قلنا التي أصغر من صفر معناها التي يكون صفر، يعني هي لحظة السويتش اون او سويتش اوف، واضح. هذه بحالة التي قبل السويتش. بحالة التي بعد السويتش يعني بعد ما يصير صفر راح تكون بهذا الشكل. هذا راح نعوض عنه بشورت سيركت، لان يعني قيمته تصير صفر وهو مصدر فولتية، فقيمته راح تكون صفر. الدائرة راح يصير هذا الشكل. واضح، هذه هي الفكرة الرئيسية من السؤال. بقية الحل هو الحل اللي حليناه مثل البارحة، حل طبيعي. الحل اللي حليناه حل طبيعي، بنتي احنا عندنا اذا كانت تي اصغر من حالة هو يطلب التيارات بكل ال at all time، فقلنا بحالة قبل switching for long time نعتبر المتسعة open circuit، واضح. فتكون راح تكون القيمة مالتها بحالة هسه احنا قلنا التي اكبر من صفر اصغر من صفر، الدائرة راح يكون شكلها هذا. لأن هنا عندنا السويتش انغلق على تي صار صفر، فالتيار ما قاعد يشتغل، يعني مصدر التيار ما مربوط، فراح تكون هذا for long time. قلنا المتسعة راح تكون قيمتها open circuit، يعني راح تكون open circuit. فopen circuit هنا التيار هو المطلوب حسابه، هنا هاي الفولتية هي المطلوب حسابها. ف for t أصغر من صفر إيش راح تكون قيمة ال v؟ هي نفسها قيمة الفولتي مصدر الفولتية، لأن هذه المقاومة ما يمر بها تيار، لأن هذه open circuit، هذه open circuit، فهذه ما راح يمر بها تيار، فما راح يتولد عليها فولتية. فإذا الفولتية مالت المصدر هي نفس الفولتية الموجودة على هذه الأطراف، ف v راح تكون تساوي لنا 20 فولت. وواضح احنا قلنا هذه المقاومة ما راح يمر بها التيار، فاذا التيار المار بها هو 0 امبير. واضحة؟ نعم.
بعد ما انغلق السويتش ومصدر انغلق السويتش لحظة T equals 0 والمصدر الفولتية بالصفر راح يصفر قيمته، فراح نعوض عنه بشورت سيركت مصدر الفولتية، وعندنا هذا السويتش انغلق. اذا المتسعة بهذه اللحظة راح تظهر، هذا السويتش انغلق فماكو داعي بعد نرسمه، بس نعبر عنه نقدر بنقطتين انه دلالة انه هنا اكو سويتش كان، وهذه مقاومة موجودة مع مصدر للتيار، مصدر التيار قيمته 3 امبير، هذه المقاومة 10، هذه المقاومة 5 البوينت 2 فاراد. هذه هسه الان هذا مثل القانون، هذا مثل القانون اللي ينحفظ، يعني انه اذا كان عندنا مصدرين، مصدر الاول اشتغل بعدين غلقنا على المصدر الثاني، فهذا قوانين راح تكون انه قيمة الفي المتولدة على الكاباسيتر هي تكون القيمة، يعني الفاينل فاليو مالتها زائد قيمة الفولتية بالانيشال فاليو ناقص القيمة النهائية اللي هي الفاينل فاليو في اكسبونيشال ماينس تي على تاو. هاي اذا كان عندنا مصدرين واحد منهم انغلق او واحد ضفناه، يعني واحد غلقناه خرجناه من الدائرة وواحد اضفناه للدائرة، او واحد بقى بالدائرة ظل يشتغل بالدائرة وورا التي اكول زيرو ضفنا مصدر ثاني، فهذا القانون مالتها. واضح؟ هسه الفي انيشال، هذه الفي انيشال نقدر نعرفها لان هي هذه عندنا كانت قيمتها، الفي انيشال هي اخر قيمة للفولتية قبل لحظة غلق السويتش اللي هي كانت 20 فولت، هذه الفي انيشال. هسه نطلع الفي فاينل، الفي فاينل او الانفينيتي هي بعد ما استقرت الدائرة، بعد ما استقرت الدائرة هذه ايضا ترجع حالة الاوبن سيركت، ايضا ترجع حالة الاوبن سيركت، فقيمتها قيمة هذه الفولتية هي ترى توازي، وهذه المقاومة وهي المقاومة، يعني نستخرج تيار نضربه في المقاومة تطلع قيمة الفي كاباسيتر اللي هي نفس قيمة الفاينل. فإذا نريد نطلع التيار اللي يمر هنا، لأن هو أيضا عندنا مطلب، ونضربه في المقاومة هو راح يكون هو هذا الفي فاينل. شلون نطلع الفي فاينل؟ سهلة، current divider rule، هذا التيار اللي مر هنا هو منين جاي من هذا المصدر، وعد هاي العقدة راح يتقسم التيار هذا 3 امبير، هذا التيار وهذا التيار، هذا التيار هو يساوي لنا هذا التيار، فالاي انفينيتي اللي هو ايضا مطلب عندنا شي يساوينا 3 امبير في هذه المقاومة
اللي 10 current divided rule على 10 زائد المقاومة اللي نريد نحسب بها التيار اللي هو 5، فراح يكون قيمته 2 أمبير. هذه أصبح عندنا مطلب واضح. قلنا الفي فاينل بما أن المتسع توازي وهذه المقاومة، هي توازي وهذه المقاومة، راح يكون التيار في المقاومة 2 × 5 أوم راح تطلع قيمته 10 فولت. الآن الـ VC of T نجي لهذا القانون، الـ V final هي 10 زائد الـ V initial هي 20 ناقص الـ V final اللي هي الـ V infinity 10 exponential minus T على tau. تاو شلون نقدر نطلعها؟ تاو من هذه الدائرة بالحالة الأخيرة، هذه الدائرة بالحالة الأخيرة هذه، إنه التاو عندنا راح تكون توازي 5 مع 10، يعني التاو تكون هي قيمة المتسعة في الـ R equivalent، وراح تكون 0.2. الـ R equivalent هي توازي 5 × 10 على 5 + 10. وراح تكون قيمته التاو هي 0.667. نعوضها بالمعادلة وراح تكون عندنا النتيجة النهائية هي VC of T تساوي 10 + 10 exponential minus 1.5 T. هذه فولت، الكل فولت. التيار ما عندنا حالة هو صارت حالة الترانزيت، فالقانون التيار مال المتسعة هو I initial في 1 ناقص exponential minus T على tau. الـ I initial اللي هو قلنا عليه الاي فاينل اللي حسبناها نفسه 2 × 1 exponential minus 1.5 في تا في تي. التاو هو نفس التاو اللي طلعناها. واضح طلاب؟ سؤال صفحة 6، هذا انتم تحلونه. الشابتر السابع مثل ما انا كاتب الاسئلة المطلوبة لكم تشوفونها كتوتوريال شيت لكم تفيدكم، اللي هو سكشن 7.2 وسكشن 7.3 وسكشن 7.5 وسكشن 7.6. هذه مطلوب من عندكم، هذا هو التوتوريال، يعني الأسئلة اللي تفيدكم إذا تريدون تقرون
بالمصدر. والأمثلة اللي موجودات ضمن هذا السكشنات هو أيضا مطلوب من عندكم قراءتهم. ريست 5 دقائق ونرجع نكمل المحاضرة.